المفاجآت ودور ال 16 من خلال الصحف العالمية. تعالوا مع حضراتكم نشوف أهم الصحف العالمية قالت إيه عن دور ال 16 والنوك أوت في 2020. طبعا هنقول هنروح للصحافه العالميه ونبدا مع ايطاليا اللي اهتمت بفوز طبعا بلجيكا على البرتغال وخروج المنتخب البرتغالي عن طريق المنتخب البلجيكي، وقالت كمان ان ايطاليا وركزت كمان على مباراة اللي بتجمع كمان ايطاليا في الدور القادم. كورير دي سبورت الايطاليه قالت يعني على لوكاكو، بتشير الى لوكاكو وقد ايه خطوره لوكاكو، كان ليه دور كبير جدا في تأهل المنتخب البلجيكي. كمان الجريدة الإيطالية يعني كانت بتشير إلى المواجهة المرتقبة من اللي بتجمع أكيد المنتخب الأزوري المنتخب الإيطالي في ربع النهائي مع المنتخب البلجيكي. تحدثت الجريدة عن إقصاء طبعا زي ما قلنا لحضراتكم إقصاء البرتغال، وكمان طبعا حضراتكم عارفين ان لوكاكو بيلعب في طبعا في الدوري او في السيريا اه، لوكاكو طبعا امام المنتخب الايطالي مباراه كبيره جدا جدا في دور ربع النهائي ما بين المنتخب الايطالي والمنتخب البلجيكي. بنروح ولسه مع الصحافه الايطاليه نروح لتوتو سبورت اللي قالت رونالدو يخسر، اشارت طبعا الصحيفه الى طبعا مواجهه المنتخب كمان الايطالي مع المنتخب البلجيكي، وقالت ما بين قوسين انه رونالدو يخسر، وزي ما حضراتكم كمان عارفين ان المواجهه طبعا المرتقبه ما بين المنتخب الايطالي والبلجيكي يعني تتصدر عناوين الصحف الايطاليه، ووجود طبعا لوكاكو الهداف يمكن ثاني هداف السيريا اه، وطبعا بتشير ان برضه لوكاكو من اللعيبه المميزه ويجب الحذر من هذا النجم الكبير. تحدثت الصحيفه كمان عن البطاقه الحمراء اللي تلقاها دي ليخت، ده طبعا في مباراه المنتخب الهولندي وخروجه يمكن المفاجئ لكثير من المتابعين، خروج المنتخب الهولندي عن طريق التشيك بهزيمه 2-0. صحيفة لاكاسيتا دي سبورت الإيطالية اللي قالت لوكاكو سيواجه إيطاليا في ربع النهائي، وتحدثت نفس الصحيفة عن لوكاكو وقالت مهاجم الإنتر يعني طبعا يقصى رونالدو أو كان سبب كبير جدا في يقصي رونالدو وكان سبب كبير جدا في إقصاء المنتخب البرتغالي. الصحيفة الإيطالية تحدثت كمان عن هازارد ودي بروين اللي خرجوا مصابين، وقالت ان الثنائي بيواجه خطر الغياب ضد المنتخب الايطالي، وقالت الصحيفه او ركزت طبعا على فكر روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي، اكدت ان مانشيني بيفكر في اجواء التغييرات، واشارت جاهزيه لوكاتيلي على مستوى المباراه القادمه امام المنتخب البلجيكي. هنسيب ايطاليا شويه ونروح لانجلترا، وحضراتكم طبعا عارفين في مباراه كبيره جدا ما بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الالماني. الجرائد او الصحف الانجليزيه اهتمت طبعا كمان بخروج زي ما بقول لحضراتكم بخروج هولندا من طبعا دور ال 16 مع طبعا جريده ميرور الانجليزيه اللي قالت ب 10 لاعبين هولندا خارج البطوله. كمان لسه مع الصحافه الانجليزيه صحيفة ستار اللي قالت بتشوف ان دي ليخت طبعا مدافع المنتخب الهولندي، وقالت يعني ليخت يقصي منتخب هولندا من الادوار من دور ال 16، واشارت طبعا الى الخطا الفادح اللي عمله يمكن دي ليخت في هذه المباراه، واقول لحضراتكم هو طبعا مدافع جيد جدا ولكن يمكن عمل خطا فادح جدا كلف اولا فرقته طبعا هدف، وكمان طرد يعني الطرد كان مؤثر جدا جدا على المنتخب الهولندي في الخروج بهذه النتيجة الكبيرة. كمان لسه يعني عندنا بعض الأخبار طبعا عن كمان مباراة ألمانيا وإنجلترا لا هنسيبها شوية وهنيجي لحضراتكم نروح نشوف البرتغال. طبعا خروج المنتخب البرتغالي من دور 16، الصحف البرتغالية تحديدا صحيفة ريكورد واللي قالت تم إقصاء البرتغال بالرغم من تفوقها، ووصفت طبعا صاحب هدف الفوز للمنتخب البلجيكي هازارد، واشارت الصحيفه ان طبعا تصريحات فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي اللي قال خلالها لدي لاعبون يعني بيكونوا في غرف خلع الملابس كانوا غاضبين جدا بيبكون، ويعني كلنا طبعا شفنا كمان رد فعل رونالدو، وطبعا سانتوس المدير الفني بيقول ان طبعا كان في حاله من البكاء للاعيبة المنتخب البرتغالي داخل غرف الملابس. نروح لطبعا الصحف الأسبانية تحدثت طبعا عن
كمان حتمية الفوز في المرحلة الحالية للمنتخب الأسباني، وقالت صحيفة إيس أن هناك فوز، يعني هناك فوز نعم، وان في اشاره طبعا للفوز الكبير في للمنتخب الاسباني بخمس اهداف في نهايه الدور الاول. وكمان قالت ان الوصول لدور الثمانيه يجب ان نبلغ هذه الادوار بسهوله، او يعني اشاره لها ان المنتخب الاسباني اصبح في حاله يرشح ليها للادوار النهائيه. معانا صحيفة ماركا الأسبانية قالت باختصار يمكن في إشارة إلى إمكانية ذهاب منتخب أسبانيا بعيدا في اليورو، طبعا إشارة طبعا لتحسن الأداء الأسباني خلال الجولة الماضية. لسه مع الصحافة الأسبانية تحديدا مع سبورت اللي قالت وصفت مباراة كرواتيا وأسبانيا بالنهائي المبكر، وتحدثت عن تأهل لتشيك كمان على حساب هولندا، والمنتخب البلجيكي على حساب البرتغال للدور ربع النهائي. كتبت عنوان بتقول التشيك بيفجر مفاجأة كبرى، وبلجيكا بتخرج كريستيانو رونالدو من اليورو 2020. نتير على فرنسا، وبالتحديد طبعا أكبر جريدة رياضية هناك جريدة لوكيب الفرنسية، اللي ركزت على لقاء المنتخب الفرنسي أمام المنتخب السويسري في دور الستاشر من أمم أوروبا 2020، وكتبت وقالت مرحلة جيل، ويعني بتتكلم عن أهمية هذه المباراة الكبيرة، وكمان بتشير إن مفاجآت كثيرة في اليورو، وتحذير صغير كده للمنتخب الفرنسي من المنتخب السويسري. حضراتكم عارفين إن اليورو والكرة القدم دايما بيكون فيها مفاجآت كبيرة جدا جدا، وطبعا المنتخب الفرنسي أكيد هو دلوقتي أعتقد المرشح يمكن الأبرز في هذه البطولة، لكن كمان في يعني زي ما بنقول لحضراتكم مفاجآت كتيرة جدا جدا. التشيك بتفوز وبتوصل لدور الأربعة، ودي من مفاجآت البطولة. الدنمارك بعد ما كانت بعيد تماما عن البطولة بتحط طبعا قدم في دور الأربعة، بطولة كبيرة جدا جدا.